قناة الشيخ الأحسن سليماني تقدم. وكذلك سائل يسأل عن قضاء الفوائت من الصلوات كيف يكون؟ الصلوات إذا ترتبت في ذمة الإنسان فإنه يقضيها على نحو ما لزمت، بمعنى إن ترتبت عليك حضرية وقضيتها في السفر تقضيها حضرية، والعكس قضيتها وترتبت عليك حضرية وسفرية وقضيتها في الحضر تقضيها سفرية على نحو ما فاتتك. ترتبت عليك صلاة جهرية قضيتها في وقت السر تجهر، ترتبت عليك سرية وقضيتها في وقت الجهر تسر، وهكذا تقضى على نحو ما لزمت. فهذا هو نعم. وأما إذا كانت متعددة، يعني إذا كانت الفرائض أو الفوائت من الصلوات متعددة، فإنه ينبغي الترتيب بينها، يرتبها لا ينكس. مثلا لو أن إنسان ترتبت عليه 4 صلوات فإنه يبدأ بالأولى منها، ترتبت عليه 4 صلوات، نقول الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يبدأ بالظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، يحافظ على الترتيب. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق لما شغله المشركون عن الصلاة، فلما تفرغ لها قام وأمر بالأذان للصلاة ثم صلى بهم صلى الله عليه وسلم ورتب الصلوات، صلى العصر ثم صلى المغرب وهكذا. فهذا هو الأصل خاصة في اليسير من الفوائد. أما إذا كثرت جدا بحيث كان في ذمة الإنسان صلوات أيام كثيرة، فإنه في هذه الحالة عند كثير من العلم يبدأ دائما بصلاة الظهر، يبدأ بالظهر في حالة القضاء. وبالمناسبة بالنسبة ليوم الخندق، النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي بهم صلاة الخوف، مع أنه صلاها في غزوات أخرى قبلها وبعدها، بعد الخندق وقبل الخندق صلى بهم صلاة الخوف. فمعنى هذا أن صلاة الخوف تؤدى إن أمكنت تأديتها، إن تعذر ذلك قد تفوت الصلاة ولا يجمع ولا يصلى فيها صلاة الخوف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق، لكن أغلب أحيانه وأكثر مغازيه كان يصلي فيها صلاة الخوف. وطريقتها معروفة عند أكثر أهل العلم، عند عامة أهل العلم وعند كثير من الناس، والحمد لله. نعم.